يسارع بسام إلى سقاية محصوله من الذرة الصفراء بعد أن شهدت محافظة الرقة زيادة في مساحة الأراضي المزروعة بالذرة الصفراء، والتي وصلت إلى نحو 40,000 دونم بعد أن كانت 20,000 دونم العام الماضي. والله العام انتهت زين الصفراء، والسنة العالم عن الموسم العام، السنة العالم أكثرها زراعة صفراء، يعني كمية الصفراء السنة كثيرة. هي منطقة المزرعة الأسدية بمساحة كثير يعني كثيرة، حتى بمكانات خطرة يعني ميتها قليلة وفي لحم، يعني مخاطرة. يحتل محصول الذرة المرتبة الثانية في الأهمية الاقتصادية بعد محصول القطن، لكونه يدخل في معظم الصناعات الغذائية كالزيوت والدقيق وغيرها، إضافة إلى استخدامه كعلف للمواشي، فضلا عن قصر المدة الزمنية اللازمة لزراعة المحصول وعدد مرات السقاية خلال الموسم، والتي شكلت دافعا لدى معظم الفلاحين للتوجه لزراعته بدل زراعة محصول القطن. صفرة مهمة، إلها مهمات، يعني مادة خبز، مادة زيت، يعني مثل أي الحنطة أو غيرها، يعني تعرف أنت، يعني مهمة مثل ما تقول للمواطن، للماشية مهمة، للزيوت مهمة، الأكل مهمة، لكل شيء، يعني مثل الحنطة بالضبط، يعني ما تختلف. صعوبات متعددة يعاني منها الفلاحون، في مقدمتها غياب الدعم من قبل السلطات المحلية وارتفاع تكاليف البذور المستوردة التي وصلت إلى $100 للكيس الواحد، إضافة لارتفاع أسعار الأسمدة، حيث وصل طن سماد اليوريا إلى ما يقارب من $700، فضلا عن الأدوية والمبيدات اللازمة والمحروقات، حيث وصل سعر لتر المازوت إلى نحو $0.5. الحقيقة التكاليف باهظة جدا 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 وبالغة وعبء كبير على الفلاح، سبب انه البذور تأتي من الخارج وبسعر العملة الصعبة، والفلاح يعاني من هذه المسألة. يعني الفلاح محصوله ينباع بالليرة اللي معروف سعره بالسوق المحلية، ويشتري البذار والأدوية وحتى السماد بالدولار او بالعملة الاخرى. انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية وصعوبة تسويقها من الأعباء التي تثقل كاهل المزارعين أيضا، يضاف إليها خوفهم من تسليم محصول الذرة للإدارة الذاتية التي حددت سعر الطن الواحد العام الماضي ب1,100,000 ليرة سورية، لكنها لم تلتزم بهذا السعر.